خيرك، نرفع إليك الأكف الليلة ونستحضر ما صنع الحسين، رفع كفه كأنه فقيرا يستطعم الغني، وقرب كفيه من وجهه وهو ينظر إلى السماء يرجو تنزل رحمة الله عليه، وهو يذكر نعم الله عليه، يعترف بالنعم من جانب ويعترف بالذنوب من جانب آخر. سافروا بقلوبكم إلى الحسين عليه السلام في هذه اللحظات، وحاولوا أن تقرأوا معه الدعاء على صعيد عرفة. يا مولاي فلك الحمد والشكر، يا من أقال عثرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي. تقول الرواية أن الحسين سلام الله عليه وقف تحت الشمس في صعيد عرفة. نسأل الله وإياكم الوقوف في هذا العام وفي كل عام. ماذا صنع الحسين؟ رفع كفه إلى السماء كالسائل الذي يستطعم، قرب وجهه قرب كفيه إلى وجهه والدموع تجري من عينيه على خده، وبجعل يبكي بكاء عاليا. تقول الرواية حتى شغل الناس عن البكاء لأنفسهم. ماذا يقول الحسين؟ يعلمنا كيف نخاطب الله. يا مولاي، جميعا بصوت واحد، يا مولاي أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضت، أنت الذي أيت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، أنت الذي تباركت وتعاليت. فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم أنا يا إلهي
كيف جازينا النعم؟ كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. علمنا يا أبا عبد الله. ثم قال: ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأ، أنا الذي هما، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهرت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعميت، أنا الذي وعدت، وأنا الذي أخلفت، أنا الذي نكث اعترف بين يدي الله، أنا الذي أقرار، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي، وأبوء بذنوبي فاغفر لي. إلهي العاف 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 سيدي، فبأي شيء أستقبلك يا مولا؟ بسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيت يا مولاي؟ يا لك الحجة والسبيل علي، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي علي، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني، إذا ما أنظروني ولرفضوني ولقطعوني، ماذا أصنع؟ فها أنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي، خاضع دليل حصير حقير، لا ذو براءة فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولا حجة فأحتج بها، ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا، وما عسى الجحود لو جحدت يا مولاي ينفعني، كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت يا رب إلهي وسيدي ومولاي وربي. أتسلط النار على وجوه خرت لا
لعظمتك ساجدا.